راح اجيب لون بني على الجفن المتحرك. اول شيء اوزع، تلاحظون اطبطب اوزع اللون، ما اي انا بكميه لون هني واحطها على طول واسوي كذي، لا اوزعها اللي موجوده على الفرشه، بعدها ادمج. بهالطريقه اشوف لي وين انا ابي اوصل اللون او ازيد. تمام، ازيد شويه لان اللون جدا قوي، فاخذ بالتدريج. نفس اللون تحت العين من بدايه هني المدمع، ولا تخافون بشكل عريض عادي تاخذون الخطوط اللي تحت العين. نفس اللون اكمل من تحت العين هني، اسحب لفوق بما انها مشطوفه الفرشه، اسحب كذي لفوق عشان انا ابي اسحب العين، ما ابيها مدوره، حسب كل واحده وشنو حابه. تمام، ايوه بهالطريقه اخلي السحبه ممتازه مع العين لفوق عشان اسحب عيني لفوق. دائما السحبه بنات خلوها بهالطريقه مو لهني، حتى الايلاينر لا تخلونه كذي. تمام، كله اذا بتسحبين العين لفوق هني مبدئيا، هذا شكل العين اللي انا راح امشي عليه. الحين راح اخذ اللون اللي انا ابيه، راح احطه بالضبط على مكانه، هذا راح ادمجه معاه. ليش؟ لان انا ابي اللونين يندمجون مع بعض. بالضبط شلون حطيت هذاك، راح احط هذا فوقه بالضبط بهالطريقة واسحب لورا. الحين راح اخذ الكحل هذا، طبعا هو جدا كريمي وغامج، ابي احاول شوية اطلع لبرا على اطراف، على اطراف الرموش هني على طول قبل لا ينشف، لانه راح ينشف ويصك. اي وادمجه بنسل براش صغيرة، اشوف انا لي وين ابي، طبعا اطلع من هني واكمل سحبة العين. بهالطريقة قبل لا ينشف. هني شوي راح اخذ بالفرشة، خذيت بالفرشة كذي نفس الفرشة البنسل برش، راح اخذ فيها لون بني غامج على طول على اطراف الكحل وادمج. بهالطريقة خذيت من الكحل بالفرشة بهالطريقة، لازم تكون الفرشة حيل دقيقة، شوفوا حيل دقيقة وضعيفة. تمام، راح اسوي فيه مدمع. طبعا بنات مو اي كحل، لان بالعادة طبعا الكحل يسيح ويتحرك عند المدمع، لكن هذا قد اخذ منه لانه ثابت. اوصل وين انا اللي كنت جايبه هني مال صوب المدمع، بهالطريقة طلع المدمع يكون عريض مع تحت العين. الحين تحت المنطقة اللي هني صوب المدمع ابي احط لون شمر مايل للوردي شوي، فرشة حيل ناعمة بس هني.
يعطي جمال حق مدمع العين واللوك. الحين شوي راح اخذ من نفس اللون اللي حطيته هني فوق البني بس بروحه بدون البني. هني بسكر شوي نهايه العين لاني بحط جليتر وما ابي يوصل لهني. الجليتر ما حلاته يوصل لهني لنهايه العين وانت تفتحين وتغمضين. حلو لما يكون يعني بنص العين، تمام؟ في هذه المنطقه اللي انا بحط فيها الجليتر، ما ابي اوصل لمني، فهني كان فاضي فشوي بس سكرته باللون. الحين راح اخذ مثبت الجليتر اشيل منه ما يكون فيه وايد واحط هني بالمكان اللي انا ابي. تبون تحطون بهالطريقه او بفرشه تاخذون منه الكميه شوي، اشوف وين المكان اللي انا ابي بالضبط بهالطريقه. اتاكد المكان كله فيه. بعدها ما افتح عيني، اخذ من الجليتر بديني او بفرشه عادي لكن كميه قليله، وتكون الفرشه شوي منثوره عشان الجليتر يتوزع بطريقه حلوه ولا يكتل بمكان واحد. طبعا طول ما انا قاعد احط الجليتر حتى لو اصعد لفوق بسرعه راح يتناثر وراح يطيح، ما راح يثبت، راح يثبت فقط على مكان صمغ الجليتر. بس احط الجليتر واتاكد انه توزع بكل المنطقه اللي انا حطيت عليها المثبت، اي هني اضغط اضغط عشان ابدا ما يتناثر معاي، ومتأكدة انه كله ثابت وما في شيء زايد بعدين ممكن يتناثر على عيني او وجهي ويخرب لي اللوك. يكون هو ثابت مكانه ولا راح يتحرك طول الوقت. الحين اقدر افتح عيني عادي، خلاص ثبت مكانه وكل شيء تمام. الحين راح اجيب نفس الفرشة اللي استخدمتها حق تحت العين، فاضية ما فيها شيء، بس انظف ونظف اللي على الرموشي. دائما اقول لكم على الرموش نظفوا الجليتر عشان بعدين ما يأذيكم ويطيح على الوي او يسرع الرموش لما تبي تركبون. بس نظفوا لان جليتر حبات كبيره بسرعه راح يروح، ما راح يكون ثابت. بنفس الوقت تتاكد ان الميك اب نظيف. خلاص الجليتر اللي هني ثابت، انا ما ابي اي شيء. شوفوا قاعد يروح بسرعه، تو اللي كان هني كله راح. الحين راح احط المسكرة، وايد حابة هالمسكرة وطريقتها غريبة. شوفوا الفرشة شلون احط، ما راح احط من قلبي يعني، بس يدوب اني ارفع الرموش عشان لما اركب. تمام، حتى حق الرموش اللي تحت اتينا نشوفه. وايد حلوة، مو على بنا بنات انتو حاطين شي غامش تحت العين فما تكثرون مسكرة، لا وايد تعطي ترى الرموش السفلية جمال حق العين. فحطوا حطوا مسكرة وخلوهم كذي مفرقين يطلعون حلوين. راح اركب رموش كذي شكلهم، تلاحظون كأنهم طول واحد كلهم، مو ثقال وايد، نص نص. تمام، اركب بالنص اول اضغط، بعدها النهاية والبداية. طبعا تكونين مقايستهم على عينك، متأكدة ان هما طول عينك بالضبط. الحين بحط مسكرة الحواجب الشفافة، امشط الحاجب. بالنسبه لي ما امشطه السيده كذي، لا امشطه مايل بطريقه مايله، واتاكد ان الماده صارت بالحاجب كله عشان يثبت. تمام، بعدها اللي فوق هذا شوي شوي ايبه بس بدون ما اخرب شكل الحاجب اللي مشطته. شوي شوي
تمام. خليه بعصاتي اوكي اللي هي الفرشه. اشر معاكم على اللوك. اللوك اللي شوفوا، والله ما ادري شنو اشرح، ما ادري انا حيل عاجبني. الكحل طبعا استخدمته معاكم من قبل بلوك كذي لما ما نزلت انستغرام بيني وبينكم كان بالسناب. خيالي بنات ما يتحرك، تمام. فكنت اقول لكم على الكحل بنات ما يتحرك، خيالي. شوفوا بحطه هني حق اللي ما لحقوا من قبل. السواد بروحه يعني واضح ان انا حتى ما ضغطت على ايدي. شوفوا شوفوا، ما له داعي تجي اوريكم قصب، لا 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 لا، بروحه بروحه. انا هني اخذ بالفرشه، اي فرشه عندك دقيقه بهالطريقه حيل ضعيفه مالت حواجب. وهم هذه الكلام اللي براند اللي دائما اقول لكم عنه، شوف شلون ضعيفه، تقدرون تسوون فيها المدمع، تاخذون منه وتسوون فيها المدمع. وبالنهايه عندكم البرايه مالته، تبرين الراس اللي هني اذا تبينه حاد اكثر، او تاخذون بفرشه مثلي انا. الكحل سواده يخرع، فاحم فاحم فاحم. ها شو اللي بديني، يوه ما احب لما ميك اب يدش بظافري. المهم سواده فاحم، ثباته خيال، ولا راح يتحرك حتى حق مدمع، لان قلت لكم مو اي كحل تستخدمينه حق المدمع. فحبيت اني اركز من نهايه العين، يعني من تحت العين اقصد، اللي يكون اللون الغامج بشكل عام شنو ما كان، يكون اللون الغامج تحت كذي ومع السحبه هني، بس مموهه طريقه مدموجه مو اي لاينر يعني، لكن بنفس الوقت هم محدده العين بسحبتها هم من قدام بالمدمع، تمام. الرموش ما حبيت انه يكونون وايد ثقال يهبلون قصتهم خيال. شوفوا راح ابطل عيني كذي اخرعكم، بس انه شوفوا قصتهم شلون، قلت لكم كانهم طول واحد. بنفس الوقت تحسون خفاف، يعني انا قاعده ابطل عيني واغمض، مو مخفي الجلتر ولا قاعد يختفي ولا يبين كانه سواد وغامج، لا طول ما انا قاعده ارمش مبين، لكن بنفس الوقت معطين جمال حق العين، وايد حلوين وايد حلوين، صايرين نص نص، مو خفاف ولا حيل ثقال.